احنا خصنا يبقى الراس ديالنا مرفوع وتبقى المواقف ديالنا مشرفة، وحتى الا غلطنا كنعترفوا وتنقولوا عملنا غلط، وهذاك الغلط حنا كنعتذروا عليه وكنتراجعوا عليه. نعم، الموقف من اللغة العربية كان خطأ، والتطبيع كان خطأ، والقانون ديال الكيف كان خطأ، ولأن هذا الشيء بزاف بزاف على هاد الثلاثة ديال القانون، والعدالة والتنمية كاع هاد الشيء كيفاش؟ ولهذا أنا اليوم اللي قالوا لي الإخوان ديالي في النقابة اللي ما تتفقش معاهم على كل شيء، ملي قالوا لي يا سي عبد الإله تجي، قلت لهم علاش اللي ما نجيش؟ كاين شي واحد الكريم لو دعي الى طعنه لا اجاب. انتم اخواننا وحنا اخوانكم، ماشي شريك استراتيجي، حنا نحن ابناء ام واحده، نحن اخوه وما عمرنا غنفرطوا في بعضياتنا، وغنبقاو متلاحمين في الخدمه ديال هذا الوطن. نعم، كانت عندنا بعد الانتخابات المعروفة كانت عندنا أصوات تنادي بأن نتخلى عن هذه الانتخابات ونخرج من هذا العمل السياسي ونغلق هذا الحزب، ولكن احنا استشعرنا، رغم أن أنا ما نخبيش عليكم، أنا 5 سنين وأنا جالس في الدار ديالي وما كان عندي حتى مشكل باش نزيد نتفرغ الأمور أخرى اللي كنعتبرها حتى هي من أحسن ما يكون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهذه ما يقدر حتى واحد يبنعني منها. ولكن قلت واخا السن ديالي واخا الظروف الصحية ديالي ما بقاتش بحال قبل، أنا غادي ننزل هاد المعركة باللي جاب الله، ولا كتب علي الله سبحانه وتعالى نموت فيها غنكون سعيد لأنني غنكون متشهيد. ولهذا إخواني وأخواتي العمال والعاملات والموظفين والموظفات والذين والمواطنين والمواطنات الذين يسمعون هذا الكلام، ما تنازلوش، المغاربة كيقولوها بالدارجة، ما تفكوش، بلادنا هذه وخص يكون في هذاك الشيء اللي كان نعتبروه معقول، والمعقول هو نكونوا مع المواطنين ديالنا صادقين ونجيو لعندهم، إذا كان الخير موجود نوزعوه بطريقة قريبة للعدل والمساواة.